أنا متفائلة أيضا، وأتفق مع جويل بأن المبادرة الدبلوماسية في العراق مهمة للغاية. أتمنى وأعتقد أننا سنرى نشاطا دبلوماسيا مع عودة المسؤولين إلى سفارتنا في بغداد وإعادة فتح القنصلية في البصرة. أما إلغاء التفويض العسكري من دون أن نعرف تأثير هذا الإلغاء على الأرض، فنحن لا نريد أن نعزز من المخاطر على الأرض، ولا نريد عودة المنظمات الإرهابية إلى بعض المناطق في العراق. ولكن الإطار الحالي لهذا التصويت هو التأكد من أن العلاقات مع العراق والأوضاع الأمنية، العلاقة مع العراق تبقى والتحسن الأمني يستمر، وأمريكا تستمر بدعمها على الأقل الدبلوماسي.